السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن اكل الاطفال من عمر 9 شهور لعمر سنه. خليكم معانا. في البدايه وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. هنتكلم النهارده على المرحله الثالثه من تغذيه الاطفال الرضع وهو اكل الاطفال الرضع من عمر 9 شهور لعمر سنه. الفترة العمرية دي تحديدا من اكتر الفترات اللي الامهات بيشتكوا فيها من تغذية الاطفال، وده لسبب منطقي ان الاطفال في الفترة دي بيبقوا في ذروة مرحلة التسنين، وده بيخلي الطفل يعاني من الام التسنين من وقت للتاني، وبيخلي الطفل ملوش شهية للاكل، مش عارف يرضع كويس، مش عارف ياكل كويس، والطفل بياخد فترات بالشكل ده وفترات شهيته بتبقى كويسة ويرجع تاني شهيته وحشة وترجع تبقى كويسة، وده امر طبيعي جدا في الفترة العمرية دي. المطلوب مننا بس ان احنا نصبر على الطفل شوية علشان الام التسنين. انا اتكلمت قبل كده في فيديو كامل عن تخفيف الام التسنين عند الاطفال الرضع، هيساعدكم كتير جدا ازاي تتغلبوا على المشكلة دي. هتلاقوا الفيديو ده موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. من عمر 9 شهور لعمر سنة عندنا انواع كتيرة جدا جدا من الاكل مسموحة للأطفال، تقريبا كل الأكل مسموح للأطفال ما عدا الخمس أكلات اللي ممنوعين على الطفل قبل عمر سنة، وهو شرب الحليب الطبيعي سواء حليب بقري أو جاموسي أو أغنام أو إبل أو ماعز أو أي نوع من الحليب الطبيعي، والكلام هنا بيشمل الحليب الطبيعي بصورته العادية أو إن احنا نخففه بالمية، ده كمان ممنوع إعطاؤه للأطفال قبل عمر سنة. ممنوع إعطاء الحليب الطبيعي للأطفال بأي صورة من الصور قبل عمر سنة. تاني حاجة ممنوعة قبل عمر سنة هو العسل الأبيض. تالت حاجة بياض البيض. رابع حاجة الملح والسكر في الأكل. خامس حاجة اللحوم الحمراء. وإذا كان في بعض هيئات طبية دلوقتي بتقول ينفع ندي اللحوم الحمراء من أول الشهر التاسع، بس أنا شخصيا بفضل أدخل اللحوم الحمراء في أكل الأطفال الرضع من بعد عمر سنة، لأنها بتبقى تقيلة شوية وهضمها صعب شوية. طيب في العمر ده هندي الطفل كام وجبة في اليوم، وإيه الأصناف اللي مسموح لنا نديها، وهننظم إزاي ما بين الرضاعة وما بين التغذية. من أول عمر 9 شهور لحد عمر سنة هندي الأطفال 5 وجبات في اليوم، ومحدش يقول لي 5 وجبات كتير. الوجبات اللي احنا بنديها يا جماعة بتبقى حجمها صغير جدا، لأن معدة الطفل بتبقى صغيرة جدا، فمجرد ما بندي الطفل كام معلقة صغيرة الطفل كده شبع، ودي كده اسمها وجبة. الوجبة مش معناها ان احنا هندي حلة رز للطفل مثلا او حلة محشي، ده هو يدوب كام معلقة الطفل هياخدهم. في الفترة دي هندي 5 وجبات. اول وجبة في اليوم اللي الطفل هيفطر بيها هتبقى نشويات، الوجبة التانية اللي بعديها هتبقى وجبة السناكس، ودي الوجبة اللي بين الفطار وبين الغداء، الوجبة التالتة هتبقى وجبة الغداء ودي هتبقى البروتينات، الوجبة الرابعة هتبقى وجبة منتجات الحليب ودي الوجبة اللي ما بين الغداء والعشاء، الوجبة الخامسة هي آخر وجبة في اليوم وجبة العشاء، ودي اللي هيبقى فيها الخضار والفاكهة. يبقى عندنا 3 وجبات أساسيين، نشويات وبروتين وخضار وفاكهة، ووجبتين فرعيتين، واحدة ما بين الفطار والغداء اللي هي وجبة السناكس وهقول لكم هندي فيها ايه للطفل، ووجبة ما بين الغداء والعشاء اللي هي منتجات الحليب. لازم اكل الطفل يكون متنوع ونوزع المجموعات الغذائية في خلال الوجبات اللي الطفل هياخدها. اول وجبة في اليوم هي وجبة الفطار، افضل ان احنا ندي فيها النشويات، وهنا احنا عندنا كل انواع النشويات مسموح للطفل ياخدها في العمر. تقدر تحضري لطفلك في البيت اي حاجة من النشويات، عندك الرز، عندك المكرونة مسلوقة ومهروسة، عندك شوربة لسان عصفور مضروبة في الخلاط، عندك الشوفان تعمليه بالمية او تعمليه بلبن الام او تعمليه بحليب صناعي لو الطفل بيرضع صناعي، وعندك البطاطس نقدر نعملها مسلوقة ومهروسة، وعندنا اي نوع من النشويات نقدر نديه للطفل في العمر ده. سؤال كتير جالي بمناسبة النشويات، امتى نقدر ندي الخبز للاطفال؟ معروف ان الخبز من ضمن النشويات او من ضمن الحبوب، نقدر ندي الخبز للاطفال ده موضوع هيختلف من طفل للتاني. لازم يكون الطفل عملية البلع عنده بقت كويسة جدا، ولازم يكون الطفل عنده أسنان بشكل كويس علشان يعرف يمضغ. الطفل مش هيعرف يوصل للكلام ده غير بعد عمر سنة أو سنة ونص، إلا لو إحنا هندي الخبز ده وإحنا بلينه بحاجة تانية، يعني الخبز ده حطينه مثلا في أعشاب أو حطينه في مية فيبقى قوامه سهل البلع بالنسبة للطفل. لكن أنا لو هدي الخبز بصورته العادية للطفل
قبل عمر سنة الطفل ما عندوش أسنان كويسة علشان يمضغه، الطفل ممكن ما يعرفش يبلعه ويقف في زوره. فالموضوع هنا هيختلف من طفل للتاني. امتى ندخل الخبز؟ ده على حسب الأسنان عند الطفل، قدرة الطفل على المدغ وقدرة الطفل على البلع. ده ما بيحصلش بشكل كويس غير بعد عمر سنة ونص، علشان كده ما فضلش ان احنا نديه للاطفال بصورته العادية في العمر ده. وكمية الوجبة اللي هنديها للطفل في الفطار بتختلف من طفل للتاني، لكن عادة بتبقى من 7 لـ10 معالق. لو الطفل عاوز كمية اكبر من كده ممكن نزود، لو الطفل بيشبع من كمية اقل من كده مفيش مشكلة. يبقى دي الوجبة الاولانية في اليوم، وطبعا كل الوجبات اللي انا قلت عليها تبقى في قوام سهل البلع بالنسبة للطفل. الحاجات دي تبقى مسلوقة ومهروسة او مضروبة في الخلاط. وبالمناسبة في العمر ده نقدر نزود كثافة او قوام الاكل اللي الطفل بيأكله، لكن برضو الموضوع بيبقى فيه اختلاف من طفل للتاني. في اطفال بتبقى عملية البلع عندهم سهلة، في الحالة دي نقدر ندي الاكل المهروس بالشوكة. في اطفال تانية البلع عندهم بيبقى اصعب شوية، هنا احنا بندي الاكل مضروب في الخلاط وبنزود كمية السوائل علشان يبقى سايب شوية. فحضرتك قيمي قدرة طفلك على البلع وخلي قوام الاكل اللي هتقدميه للطفل يبقى مناسب لعملية البلع، ده موضوع مهم جدا. الوجبة التانية في اليوم هتبقى وجبة السناكس، ودي بتبقى وجبة خفيفة وبنقدم فيها حاجة من 3 حاجات. يا اما نقدم للطفل عصير طبيعي، اي نوع من الفاكهة نعصره ونصفيه ونخففه بنسبة 1:1، يعني نص كوباية عصير برتقان عليها نص كوباية مية، او نص كوباية عصير جوافة عليها نص كوباية مية. يبقى النص عصير والنص مية، برضو مش هنضيف سكر ولا هنضيف عسل ابيض. يبقى اول حاجة اي نوع من انواع العصائر الطبيعية. تاني حاجة نقدر نديها هو المكسرات المطحونة المضروبة في الخلاط اللي بتبقى على هيئة زبدة، سواء زبدة الفول السوداني او زبدة البندق او زبدة اللوز او اي نوع من المكسرات. هندي الطفل معلقة واحدة او معلقتين صغيرين، دي كده تعتبر وجبة، كمية صغيرة جدا بس احنا بنعتبرها وجبة. الحاجة التالتة اللي نقدر نديها في الوجبة دي هو ان احنا ندي احد الشربات الخفيفة. ممكن ندي الطفل شوربة عدس، نديله شوربة خضار، نديله شوربة لسان عصفور، برضو كمية صغيرة من 5 لـ7 معالق. الطفل بس ياخد وجبة صغيرة ما بين وجبة الفطار ووجبة الغداء. وبرضو ما بين الوجبات وبعضيها اعرض الرضاعة على الطفل سواء الطبيعي او الصناعي، وخلي الطفل ياخد الكمية حسب حاجته. هنيجي للوجبة الثالثة في اليوم، هي وجبة الغداء، ودي الوجبة اللي احنا بندي فيها البروتينات. وفي العمر ده قلنا كل انواع البروتينات مسموح باعطائها للاطفال. نقدر ندي من البروتينات الحيوانية، نقدر ندي الدجاج، ونقدر ندي السمك، وندي البيض كمان، بس هندي صفار البيض لان بياض البيض من بعد عمر سنة. وعندنا كمان البروتينات النباتية زي البقوليات، نقدر ندي العدس والحمص واللوبيا الفاصوليا او اي نوع من البقوليات. برضو هيبقى الاكل اللي هنقدمه في قوام مناسب للطفل، هيبقى مسلوق ومهروس او مضروب في الخلاط على حسب قدرة الطفل على البلع. برضو الوجبة هتبقى من 7 لـ10 معالق. الطفل لو عاوز اقل من كده مفيش مشكلة، عاوز يزود عن كده مفيش مشكلة. وضروري جدا بعد الوجبات لازم تعرضي على الطفل المية علشان الطفل لو حابب يشرب. لو الطفل مش عاوز يشرب مفيش مشكلة خالص، لان برضو الطفل بيحصل على احتياجاته من السوائل من خلال الرضاعة. بعد ما تخلصي الوجبة بساعة او ساعتين اعرض الرضاعة على الطفل سواء الطبيعي او الصناعي، والطفل ياخد احتياجاته زي ما هو عاوز. الوجبة الرابعة اللي هنديها للطفل هتبقى بعد 3 أو 4 ساعات من وجبة الغداء، ودي هتبقى منتجات الحليب. وعندنا منتجات الحليب كتيرة جدا، نقدر ندي الزبادي او الياجورت، الجبنة البيضة اللي مفيش فيها ملح او فيها ملح خفيف، الجبنة الشيدر، الجبنة القريش، او اي نوع من الجبن يكون ملحه خفيف. ندي للطفل كمية صغيرة مناسبة لاحتياجاته، يعني ممكن ندي نص كوباية زبادي او كوباية زبادي كاملة، ممكن ناخد قطعة صغيرة من الجبنة البيضة الملح الخفيف او الجبنة القريش، وننوع كل يوم ندي حاجة غير التانية علشان الطفل ياخد كل احتياجاته الغذائية. برضو بعد الوجبة اعرض المية على الطفل، وما بين الوجبة دي ووجبة العشاء هيبقى فيه 3 لـ4 ساعات. اعرض الرضاعة على الطفل وسيب الطفل يرضع حسب حاجته. اخر وجبة في اليوم هتبقى وجبة العشاء، ودي هندي فيها الخضار او الفاكهة. كل انواع الخضار والفاكهة مسموح باعطائها للاطفال في العمر ده. عندنا الجزر وعندنا الموز والتفاح والكمثرى والاناناس والكنتالوب والفراولة والبرتقال والعصائر الطبيعية واي نوع من الفاكهة والخضار. حضرتك تقدر تعمليه مسلوق ومهروس او مضروب في الخلاط،
ممكن تحطي صنفين أو ثلاثة مع بعض ديها للطفل، وهتبقى برضو الوجبة كمية صغيرة على حسب حاجة الطفل، هيبقى من 7 لـ10 معالق صغيرين. وبالمناسبة كل الوجبات اللي أنا قلتها المقصود بالمعلقة هنا هي المعلقة الصغيرة اللي بنقلب بيها الشاي، دي كميات صغيرة جدا. لو الطفل عاوز كمية أكبر من كده زودي حسب حاجته. وفترة طول الليل هتعرضي على الطفل الرضاعة حسب الحاجة، وقت الطفل ما يحب يرضع هترضعيه. تاني يوم الصبح هنبدأ نفس النظام زي ما احنا قلناه من أول الفطار لحد العشاء. خلي دايما في بالك ان شهية الطفل في الفترة العمرية دي مش ثابتة ومش على وتيرة واحدة، هيجي ايام هتلاقي شهية الطفل كويسة وبياكل كويس، ايام تانية هتبقى شهيته مش كويسة، وزي ما قلنا ده بيحصل في اغلب الاحيان علشان الام التسنين. وساعات ده كمان بيحصل لو كان الطفل عيان او الطفل داخل على عيا ايا كان نوع العيا، وفقدان الشهية في الحالتين دول سواء التسنين او المرض بيبقى موضوع مؤقت بياخد شوية ايام وبعدها الطفل بيرجع لشهيته تاني، وزي ما قلتلكوا ده امر طبيعي ما تخافوش منه. حاجة مهمة جدا لازم دايما نكون بنتابع معدل نمو الطفل مع الطبيب المعالج. اكتر حاجة تقول لنا الطفل ده بيشبع كويس وبياخد احتياجاته كويس هو ان الطفل ده يكون بينمو كويس وبيزيد في الوزن كويس. طول ما طفلك بينمو كويس وبيزيد في الوزن كويس خليكي متأكدة انه بياخد احتياجاته الغذائية على الاقل في الكمية بشكل كويس، ويبقى دورك هنا ان انت تنوعي مصادر اكله ما بين المجموعات الغذائية المختلفة علشان جسمه ياخد كل احتياجاته الغذائية. نبقى كده بندي كميات مناسبة وكمان بندي نوعيات اكل مناسبة. اخر نقطة عاوز ااكد عليها، في الفترة العمرية دي للأسف مجموعة كبيرة من الأمهات بيبوظوا عادات الطفل الغذائية بأنهم يبدأوا يدخلوا للطفل الحلويات كنوع من أنواع الدلع أو الدلال للطفل، يعني نروح نجيب للطفل شوكولاتة أو نجيب له حاجات طعمها مسكر أو الحلويات بتاعت بره ونبتدي نديها للطفل. الكلام ده غلط وخطر جدا، لأنه أكبر حاجة بتخلي الطفل ما يرضاش ياكل الاكل الطبيعي المغذي هو انه بقى بيحب الحلويات اللي حضرتك بتديها له، فانت كده بتبوظي عادات الطفل الغذائية وبتسد شهية الطفل على انه ياكل الاكل المفيد، وحضرتك بترجعي بعد كده تشتكي ان الطفل ما بياكلش كويس. فرجاءا بلاش تبوظوا عادات الطفل الغذائية في الفترة العمرية دي. وكمان في نقطة مهمة جدا، في الفترة العمرية دي ساعات كتير الاطفال بيحبوا يمسكوا المعلقة او الاكل يبقوا قدامهم وياكلوا بايديهم. ما تحاوليش تمنع الطفل من انه يعمل ده، اديله المعلقة في ايده وحط طبق الاكل قدامه وسيبيه هو يأكل نفسه او حتى يمسك الاكل بايده حتى لو هيبهدل هدومه او الحاجات اللي حواليه. خلي الطفل يلبس بافيتا علشان تحمي هدومه، وافرشي حاجة كبيرة تحت الاكل بتاعه علشان ما يبوظش البيت عندك، وسيب الطفل يعمل اللي هو عاوزه في الاكل، لكن تكوني غسلة ايده طبعا كويس جدا ومحافظة على نظافتها طول الوقت. عملية ان الطفل بيلعب بالاكل سواء بايده او بالمعلقة بتخلي الطفل يرتبط بالاكل ويحبه. الامهات اللي بيمنعوا الاطفال الصغيرين من ان هم يمسكوا المعلقة او يلعبوا مع الاكل بايديهم بتخلي الطفل يكره الاكل، لان حضرتك بتمنعيه من اللعب ومن حاجة كويسة. لو الطفل شاف ان الاكل بالنسبة له حاجة ممتعة وتعلق بيها هتبقى شهيته للاكل كويسة جدا. فالطفل سيبيه يمسك المعلقة، سيبيه يوقع على هدومه، سيبيه يلعب في الاكل براحته، سيبيه يمسك بايده طالما انت غسلة ايده ومحافظة على نظافتها علشان الطفل يحب الاكل ويتعلق بيه. بكده اكون خلصت المرحلة التالتة من تغذية الاطفال الرضع. هيتبقى فيديو كمان هتكلم فيه عن تغذية الاطفال اللي اكبر من عمر سنة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.